كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. ألو سي عمر يا خويا، أجركم الله، أجانا أجاكم واحد بالمغفرة والحمد لله الجمعة والله يلحقنا ليه. تحنا يا مؤمنين شامخين بحال هذا المتهدي، راه ماشي أي واحد، راه أي واحد يتمناها ماشي خاف منها الحمد لله. يعني شنو ممكن تقولنا على هذه الوفاة الفاجعة ديال الأخ؟ اللي جات من عند الله سبحانه وتعالى كنتقبلوها بصدر رحب، وهو الله يوفقكم كنتوا الجنة إن شاء الله. إن شاء الله والحمد لله. هذا راه فاجعة للمغاربة كاملين، لأن كان عزيز الحمد لله على قلوب المغاربة، ونتمنى إن شاء الله يكون الله يوسع عليه الخبر ويجعل القرآن الكريم إن شاء الله رابعة فجأة بإذن الله يا رب العالمين. ويجزيكم بخير، تحياتي أجركم الله وترك السلامة. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.